اهلا وسهلا متابعينا متابعي كايو لايف قناه القاهره 24، معكم محمود علي بمحافظه اسوان. معكم متابعينا في تفاصيل حادث مأساوي شهدته منطقه الشيخ عطيفه بطريق ادفو ومرسى علم بحدود محافظه اسوان، حيث اسفر الحادث عن مسرع ثلاثه اشخاص وتفحهم بشكل كامل. طبعا متابعي كايو 24، حيث شهدت منطقه الشيخ عطيفه بطريق ادفو ومرسى علم بحدود محافظه اسوان حادث تصادم سياره ربع نقل وأخرى سيارة تريلا، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن تفحم ثلاث جثث على الفور، وانتقد سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طبعا متابعين متابعي قناة 24 في تفاصيل الحادث التي شهدته منطقة الشيخ عطيفة. طبعا تعود تفاصيل الواقع عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخبارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخ عطيفة بطريق ادفو مرسى علم وعلى حدود محافظة أسوان، وأدى التصادم إلى اشتعال النيران في إحدى السيارتين وأسفر عن مسرع ثلاثة أشخاص في حالة تفحم، وعلى الفور تم الدفع به ثلاثة سيارات إسعاف وذلك لنقل الجثث للمشرحة. طبعا متابعينا متابعي قناة 24، زي ما بنقول حضراتكم تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة الشيخ عطيفة وتحديدا بطريق ادفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان بمسرع ثلاثة أشخاص أثر تصادم سيارتين، سيارة ربع نقل وأخرى سيارة تريلا نقل ثقيل. طبعا أسفر الحادث عن مسرع وزي ما قلنا لحضراتكم أثر تصادم السيارتين أدى اشتعال النيران في إحدى السيارتين اللي هي السيارة ربع نقل، ومن ثم طبعا متابعينا تبقى 24 زي ما قلنا لحضراتكم أسفر الحادث عن تفحم الثلاثة جثث الذين لقوا مسرعهم أثر الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة منطقة الشيخ عطيفة في طريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم أيضا انتقلت على الفور الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة بمنطقة الشيخ عطيفة بطريق إدفو مرسى علم، وعلى الفور أيضا تم نقل الجثث لمشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية. ولكن زي ما قلنا لحضراتكم بعد فور انتقال الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة تبين أيضا أن الجثث في حالة تفحم كامل و مجهولين الهوية لأنهم في حالة تفحم زي ما قلنا لحضراتكم تفحم تام، وتم نقلهم إلى المشرحة بواسطة سيارات الإسعاف وذلك لعرضهم على الطبيب الشرعي ومن ثم أيضا إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم بعد ذلك لمعرفة هويتهم وذلك لتسليمهم لأهاليهم ومن ثم نقلهم إلى مسوى الأخير. لكن زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا متابعي قناة 24 إن طبعا الحادث المأساوي اللي شهدته منطقة الشيخ عطيفة بطريق ادفو مرسى علم أسفر الحادث عن مسرع ثلاثة أشخاص، وزي ما قلنا لحضراتكم إن الجثث في حالة تفحم كامل وحتى الآن لم يتم معرفة هوية الذين لقوا مسرعهم وذلك بسبب أن الجثث في حالة تفحم كامل، وزي ما قلنا لحضراتكم إن جاري الآن نقلهم إلى مشرحة ادفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك أيضا لعرضهم على الطبيب الشرعي. لكن زي ما قلنا لحضراتكم الحادث المأساوي اللي شهدته منطقة الشيخ عطيفة أسفر الحادث عن مسرع ثلاثة أشخاص، وزي ما قلنا لحضراتكم متابعينا متابعي قناة 24 أيضا أن الحادث وقع ما بين سيارة ربع نقل وسيارة أيضا نقل ثقيل. طبعا متابعينا متابعي قناة 24 زي ما قلنا لحضراتكم أن الحادث أسفر عن مسرع ثلاثة أشخاص، وزي ما قلنا لحضراتكم أيضا أن تم اشتعال النيران في إحدى السيارات وهي تحديدا سيارة ربع نقل وأسفر عن مسرع ثلاثة أشخاص بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات، ومما تسبب في تفحم الثلاث جثث بشكل كامل زي ما قلنا لحضراتكم، مما تسبب أيضا في عدم معرفة هوية الثلاث أشخاص الذين لقوا مسرع أثر الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الشيخ عطيفة بطريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم أيضا متابعينا دي تفاصيل الحادث المأساوي اللي شهدته منطقة الشيخ عطيفة بطريق إدفو مرسى علم بحدود محافظة أسوان، حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى تريلا مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة ربع نقل وأسفر الحادث زي ما قلنا لحضراتكم عن تفحم ثلاث جثث على الفور، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا تفاصيل الواقعة عندما تلقى طبعا مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخ عطيفة بطريق إدفو مرسى علم وتحديدا بحدود محافظة أسوان،
حيث أدى التصادم إلى اشتعال النيران في إحدى السيارتين وأسفر عن مصرع 3 أشخاص في حالة تفحم، وعلى الفور أيضا تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية. لكن زي ما قلنا لحضراتكم لتفاصيل الحادثة التي شهدته منطقة الشيخ عطيفة بطريق إدفو مرسى علم، وتحديدا في حدود محافظة أسوان. زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا متابعي القاهرة 24 لتفاصيل الحادث، وأيضا زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا أنه انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث. زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا انه انتقلت الجهات الامنيه الى مكان الحادث، وذلك ل عملت التحريات الاوليه، وتبين ان احد السيارات اشتعلت بها النيران، ومما اسفر عن مصرع 3 أشخاص. زي ما قلنا اسفر عن مصرع 3 أشخاص، وزي ما قلنا لحضراتكم وتبين ايضا ان الحادث في حاله تفحم كامل، وايضا وهم مجهولين الهويه بسبب طبعا تفحم اجهزه. حضراتكم دي تفاصيل الحادثه التي شهدته منطقه الشيخ عطيفه بطريق ادفو مرسى علم بحدود محافظه اسوان. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم انه الحادث اسفر عن مصرع 3 أشخاص. مستمرين معكم متابعينا متابعي قاهرة 24، بننقل لكم التفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الشيخ عطيفة بطريق إدفو مرسى علم بوقوع حادث تصادم سيارتين، سيارة ربع نقل وأخرى سيارة تريلا نقل ثقيل. وزي ما قلنا لحضراتكم الحادث التصادم أسفر عن اشتعال النيران في إحدى السيارات، وتحديدا سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم تفحم الـ3 أشخاص في حالة تفحم كامل زي ما قلنا لحضراتكم، وهم الآن لم يتم التعرف على هويتهم وهم مجهولين الهوية، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة إدفو العمومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طبعا متابعينا متابعي قناة 24 زي ما قلنا لحضراتكم دي تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الشيخ عطيفة منذ قليل بوقوع حادث تصادم سيارتين، أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص زي ما قلنا لحضراتكم، إنه تم الاشتعال النيران في إحدى السيارتين وتحديدا سيارة ربع نقل، بعد نشأت النيران طبعا زي ما قلنا لحضراتكم بعد فور وصول السيارات إلى مكان الحادث. طبعا أن اللبس في حالة تفحم كامل، طبعا اللبس مجهود الهوية طبعا مشرحة إيكو المواجهة العربية على الطبيب الشرعي، ومن ثم أيضا لمعرفة عرضها على الطبيب الشرعي، ومن ثم ايضا لمعرفه هويتهم، ومن ثم متابعينا متابعي 24 زي ما قلنا لحضراتكم انه لانهاء الاجراءات القانونيه اللازمه بعد، والان هم الان في تحت تصرف جهات التحقيق. طبعا متابعينا متابعي 24 دي تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقه الشيخ عطيفه بطريق ادفو مرسى علم، وتحديدا في حدود محافظه اسوان زي ما قلنا لحضراتكم. طبعا متابعينا متابعي 24 الحادث اسفر عن مصر 3 أشخاص بعد ان اشتعلت النيران في احدى السيارتين التي تصادموا في طريق ادفو مرسى علم، وتحديدا بمنطقه الشيخ عطيفه. وزي ما قلنا لحضراتكم ان النيران اشتعلت في احدى السيارتين وتحديدا سياره ربع نقل، ومما اسفر عن مصرع 3 أشخاص وفور وصول سياره الاسعاف. فتبين ان الجثث في حاله تفحم كامل، طبعا تم نقلهم الى مشرحه ادفو العموميه، وذلك لعرضهم على الطبيب الشرعي زي ما قلنا لحضراتكم لمعرفه هويتهم. ايضا زي ما قلنا لحضراتكم ان ثلاث جثث حتى الان لم يتم معرفه هويتهم بسبب انهم في حاله تفحم كامل. مستمرين معكم متابعينا متابعي القاهرة 24، بننقل لكم التفاصيل الحادث المساوي اللي شهدته منطقة الشيخ عطيفة، وتحديدا بمنطقة طريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه تم الدفع ب3 سيارات إسعاف لنقل الـ3 جثث الذين
أسفر الحادث عن مصرعهم. زارونا لحضراتكم إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لعرضهم على الطبيب الشرعي. زارونا لحضراتكم أخيرا متابعينا طبعا الحادث المأساوي اللي شهدته منطقة الشيخ قطيفة بطريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان، حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى تريلا مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن تفحم ثلاثة أشخاص. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان الواقع وذلك لنقل الجثث إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا متابعي 24 انه تلقى مرفق اسعاف اسوان اخطارا يفيد به حادث تصادم سيارتين، سياره ربع نقل وسياره اخرى تريلا، واشتعلت النيران في سياره ربع نقل واسفر الحادث عن مسرع ثلاثه اشخاص. وعند وصول سيارات الاسعاف تبين ان الثلاث الجثث في حاله تفحم كامل طبعا، ولم يتم الكشف عن هويتهم ومعرفه هويتهم زي ما قلنا لحضراتكم. وعلى الفور ايضا تم نقلهم بواسطه سيارات الاسعاف الى مشرحة إدفو العمومية وذلك لأرضهم على الطبيب الشرعي. فأخيرا متابعينا متابعي قناة 24 كنا معكم ونقل لكم التفاصيل الحادث المأساوي اللي شهدته منطقة الشيخ عطيفة. فأخيرا بنشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء، نلتقي بكم في لايف جديد، فإلى اللقاء.